انا فادي قدسي من مصر، بستخدم كاميرات فوجي، بشتغل مصور محترف، مدرب تصوير واضاءه، بشتغل في التصوير المعماري والانتيريور والبرودكتس والبورتريه. لما بخش مكان ببدا ادور فيه على مكان مختلف، زوايا مختلفه، تكوين مختلف عن المعتاد اللي هو اتقدم بيه. فممكن تكون اضاءه، ممكن تكون تفاصيل، ممكن يكون كومبوزيشن مختلف. فهمي كمان للكاميرا اللي موجوده في ايدي وامكانيتها، وهل ممكن تقدم لي ده ازاي، ده بيساعدني اكتر في ان انا اطلع الشوت اللي انا عايزه. فوجي فيلم بالنسبه لي بتسهل لي قصه الالوان، ان انا شايف الكادر قدامي اللي هيطلع شكله ايه، الوانه ايه، اضاءته ازاي. كل الكلام ده بيفرق انا معايا في قلب شغلي، في سرعه شغلي كمان. فبدل ما انا ابقى شايل هم بحاجه معينه او مقلق من حاجه معينه، لا، هي بتساعدني في ان انا اكون مرتاح اكتر في شغلي. ده بالنسبه لكواليتي الصوره. اما قصه برضو الوزن بتاعها، ده بيساعدني اكتر كمان في قصه ان انا يبقى معايا كاميرا خفيفه. معايا اكس تي 4، معايا اكس برو 2، معايا العدسات اللي هي بتاعه شغلي اللي هي 10 24، 23 و 1855 و 1835، ومعايا العدسه 50 دي للبورتريه. كل كاميرا من الكاميرتين دولت بيبقى ليهم احساس مختلف في الشغل. يعني بالنسبه لي لما باجي بشتغل مثلا في الشغل بتاعي مثلا، ببقى بستخدم الاكس تي 4 وانا مطمن من الكواليتي بتاعتها. لما باجي بشغل بصور بيها ارت مثلا، برضه بكون مطمن ان النتيجه هتطلع لي منها.